الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. الإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة، وقد جاء الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله في كثير من الآيات. والبعث هو إعادة الناس أحياء بعد موتهم، في عالم الآخرة. يحيون في الدنيا لأجل العمل، ثم يموتون ويدفنون في الأرض ويبقون فيها إلى ما شاء الله، في محطة انتظار وهي دار البرزخ الفاصلة بين الدنيا والآخرة. ثم يبعثون من هذه القبور، يبعثون من هذه القبور ويقومون منها أحياء كما كانوا، لا يضيع من خلقهم شيء. ثم يساقون إلى المحشر للجزاء على أعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير أو شر، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. فلا أحد يجزى بعمل غيره أو يعاقب بعمل غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل يجازى بعمله خيره أو شره، وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى. لا يتركهم بدون جزاء، وقد أتعبوا أنفسهم في هذه الدنيا بالأعمال والعبادة إن كانوا من الصالحين، أو أتعبوا أنفسهم والعياذ بالله بالكفر والشرك والفسق والإفساد في الأرض، لا يتركهم بدون جزاء. هذا عدل الله جل وعلا. فهذا معنى قوله هنا، لأن كل أحد يجزى بعمله، وإذا كان كذلك يجب على العبد أن ينظر في عمله ما دام على قيد الحياة، فما كان من خير فإنه يتزود منه، وما كان شرا فإنه يتوب إلى الله ويتخلص منه ما دام ذلك ممكنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حاسب نفسك في هذه الدنيا قبل الحساب، حاسب نفسك على أعمالك وانظر فيها، أصلح ما فسد منها وزد على ما كان فيها من خير، وتنبه من الغفلة، هذا هو المطلوب من العاقل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكيس، يعني العاقل، الكيس من دان نفسه، يعني حاسبها
دانها يعني حاسبها، كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل. والعاجز من أتبع نفسه هواها في هذه الدنيا وتمنى على الله الأماني، يريد الجنة ويريد النجاة وهو لم يعمل شيئا، فهذا عاجز والعياذ بالله، العجز المذموم، وليس عاجزا العجز الحسي الذي لا يقدر أو لا يستطيع، لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذا قادر مستطيع، لكنه عجز عجز الكسل وعدم المبالاة، هذا هو العاجز. ومع هذا يتمنى أنه في الآخرة يكون من أهل الجنة بدون عمل وبدون، ما يمكن هذا، ما يمكن يكون من أهل الجنة بدون عمل، إلا لو كان عاجزا عن العمل، فالعاجز لا يؤاخذ. أما إذا كان عاجزا وفرط، ترك العمل مختارا، فهذا هو الذي فرط وضيع حياته ومدته في هذه الحياة الدنيا، وواجه القيامة بغير عمل والعياذ بالله، أو بعمل سيء لم يتب منه حملا بأوزاره. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني الكتاب الذي كتب أنه يعمله من خير أو شر، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أو يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تقوم الحجة، قد بعث الله الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة، ليس لأحد عذر إلا الإهمال والكسل، هذا ليس عذرا، وهذا إنما يضر نفسه ويصبح مفلسا يوم القيامة والعياذ بالله، ضر نفسه. أما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى عمله، الناس ليسوا بحاجة إلى عملك، أنت المحتاج، فأنت ونفسك في هذه الحياة. نعم، أعد العبارة. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة، على ما أماتهم عليه من عمل، على ما ختم لهم من عمل صالح أو سيء. نعم. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. حاسبهم على أعمالهم سبحانه وتعالى، حاسبهم، والحساب هو المناقشة على الأعمال، أعمال السيئة. من الناس من لا، من المؤمنين من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، ومنهم من يناقش الحساب، من نوقش الحساب عذب العياذ بالله، من نوقش الحساب عذب
والكافر لا يحاسب حساب موازنة، وإنما يحاسب حساب تقرير، حساب تقرير، لأن يطلع على أعماله وكفره وشركه ليقر بذلك، ولا يسعه الإنكار أبدا، ثم يدفع به إلى النار. نعم. ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا مأخوذ من الآية، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما في سورة فصلت، فريق في الجنة وهم أهل الإيمان، وفريق في السعير وهم أهل الكفر والطغيان. لماذا كان فريق في الجنة وفريق في السعير؟ حسب أعمالهم. فريق في الجنة حسب أعمالهم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وفريق في السعير بحسب أعمالهم، وهم الذين عملوا لأنفسهم في الدنيا من خير أو شر. ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم أحدا من أهل الحسنات فيهدر حسناته، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة يضاعفها، يضاعف الحسنات بفضله فضلا منه، ويجازي على السيئات بعدله سبحانه، ولا يزيد السيئات، السيئات ما يزيدها، وإنما يحاسب عليها فقط. من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. الحسنات تضاعف فضلا من الله جل وعلا، والسيئات لا تضاعف عدلا منه سبحانه وتعالى. نعم. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. يبعث الله الخلائق يوم القيامة، الآدميون والبهائم والطيور وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت، تحشر الخلائق يوم القيامة من أجل العدل بينها، حتى يقتص لبعضها من بعض، بهائم يقتص لبعضها من بعض، يقتص لبعضها من بعض، يقابل الشاة الجلحة من الشاة القرنى كما في الحديث الصحيح. ثم إذا اقتص لبعضها من بعض يقول الله جل وعلا لها: كوني ترابا، لأنها لم تبعث للبقاء، وإنما بعثت للجزاء فقط والحساب. فهذا من عدل الله جل وعلا. عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. إذا قيل للحيوانات كوني ترابا يتمنى الكافر أن يكون مثلها، يا ليتني كنت ترابا، والعياذ بالله. نعم. والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم. كما سبق أن الله يبعث الخلق يوم القيامة للجزاء على الحسنات والسيئات بالنسبة لبني آدم، وللقصاص بالنسبة أيضا لبني آدم وللبهائم، البهائم تبعث للقصاص فقط، بنو آدم يبعثون للجزاء وللقصاص فيما بينهم. نعم.
والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والبهائم كلها تبعث للقصاص. أما البهائم فإنها إذا اقتص ببعضها من بعض ينهى أمرها تكون ترابا، وأما بنو آدم فعلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا يموتون بعد ذلك أبدا، خالدون مخلدون إما في جنة وإما في نار. نعم. بني آدم والسباع والبهائم، والبهائم حتى للذرة من الذرة، حتى للذرة وهي النملة الصغيرة من الذرة يقتص ببعضها من بعض، لأن الله لا يقر الظلم أبدا، الله جل وعلا لا يقر الظلم لأنه أحكم الحاكمين، فهو الحكم العدل فلا يقر الظلم. حتى بين البهائم يوم القيامة يبعثها ثم يقتص ببعضها من بعض. نعم. وأما المؤمنون فأول ما يقضى بينهم يوم القيامة في الدماء، في الدماء حقوق الناس، ويقتص لبعضهم من بعض بعدما يتجاوزون الصراط، بعدما يتجاوزون الصراط وقبل أن يدخلوا الجنة يوقفون ويقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، لأنه لا يدخل الجنة أحد وعليه مظلمة أبدا، الجنة دار الطيبين ولا يدخلها إلا الطيبون الذين ليس عليهم حساب ولا تبعات لأحد ولا ذنوب. نعم. حتى العاصي المؤمن العاصي يعذب في النار بقدر معصيته، أو أن الله يعفو عنه بمشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه قدر ذنوبه حتى يمحصه ويخلصه من الذنوب ثم يدخله الجنة، فلا يدخل الجنة إلا أحد خالص. نعم. إما بالقصاص وإما بالتعذيب. نعم. حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض. نعم. لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة. نعم. حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة. حتى المؤمن إذا ظلم الكافر، المؤمن إذا ظلم الكافر فإنه يقتص للكافر منه يوم القيامة، والعكس الكافر إذا ظلم المؤمن يقتص له للمؤمن يوم القيامة، فلا أحد يترك وعليه مظلمة. نعم. حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. نعم. وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. إخلاص العمل لله لأن لا يكون فيه شرك، هذا هو إخلاص العمل، أن يعني يكون النية خالصة لوجه الله ليس فيها شرك، لا رياء ولا سمعة ولا دعاء غير الله ولا ذبح لغير الله، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه ليس فيه شرك، وهذا أحد شرطي قبول العمل. الشرط الثاني المتابعة والعمل بالسنة، أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعة، لا يكون فيه بدعة، لأن الله لا يقبل البدع ولا يثيب عليها بل يعاقب عليها. ولو أتعب الإنسان نفسه، لو أتعب نفسه بعمل لم يخلص فيه لله إنه هباء منثور، ولو أخلص نفسه، ولو أتعب نفسه في عمل على غير موافقة السنة فإنه مردود ولا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص للعمل، الإخلاص لله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه، بلى يعني يدخلها، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم وجهه لله وهو محسن، من كل أحد، من اليهود، من النصارى، من سائر العالم، بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. أما أن تخص الجنة باليهود أو بالنصارى لا برهان لهم به، قل هاتوا برهانكم إنه ما يدخل الجنة إلا يهودي أو إلا نصراني، ما من ادعى دعوة فلا بد أن يقيم عليها البرهان. تلك أمانيهم، أماني فقط. نعم. وإخلاص العمل لله. في الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصح لولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نعم. وإخلاص العمل لله، والرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله، الإيمان بالقضاء والقدر، الرضا بالقضاء والقدر، هذا ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أن تعتقد بأن الله قدر الأشياء وقضاها سبحانه وتعالى في الأجل، وكتبها في اللوح المحفوظ، وخلقها وأوجدها بمشيئته سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب: مرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو أن الله علم الأشياء قبل وجودها. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل وجودها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة الإيمان بأن الله أراد وشاء هذه الحوادث: الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والبر والفجور والخير والشر، كل ذلك الله شاءه وأراده سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، لكن أراد الخير وأراد الإيمان وأراد الشر لحكمة وللابتلاء والامتحان. فالله أراد الخير وهو يحبه ويرضاه، وأراد الشر وهو لا يحبه ولا يرضاه، لكن أراده لحكمة وابتلاء وامتحان. لو ما هنا إلا خير ما صار لحد ميزة، لو ما هنا إلا خير ولا هنا شر ما صار لأحد ميزة، ولا صار هناك ابتلاء وامتحان، صار والناس كلهم خيار. ولو ما فيه إلا شر ما صار لأحد ميزة في العمل الصالح، فهذا يعطي
أن الله يبتلي عباده ليتبين الطيب من الخبيث، من المؤمن من الكافر، ابتلاء وامتحان يجري عليهم سبحانه وتعالى. لم يخلق هذه الأشياء عبثا. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وكل شيء يحدث فالله خالقه. ومنها أفعال العباد فإنها مخلوقة لله وهي فعل العبد، هي فعل العبد وهي مخلوقة لله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ويقول سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم، الله خلقكم وما تعملون، فهي خلق الله جل وعلا وهي فعل العباد وكسب العباد باختيارهم وإرادتهم. فيؤمن المؤمن بهذه المراتب الأربع: العلم، الكتابة، المشيئة والإرادة، الخلق والإيجاد. ثم المؤمن يرضى بالقضاء والقدر عند المصائب، المراد عند المصائب، يصبر ولا يجزع ولا يسخط، يكف نفسه عن الجزع ويكف لسانه عن التشكي لغير الله، ويكف يده عن لطم الخدود وشق الجيوب. فهذا هو الرضا بالقضاء والقدر، عن القضاء والقدر المكروه. أما المحبوب فهذا كل يرضى به، النعم كل يرضى، لكن المكروه لا بد من الرضا بذلك. تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتم الإيمان إلا بهذا. نعم. والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. نعم. والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. نعم، الرضا بأقدار الله كلها، سواء ما يوافق رغبة العباد أو ما يخالف هواهم ورغبتهم، فالمؤمن يرضى بهذا سواء كان حلوا أو مرا، ولا يجزع ولا يسخط. نعم. والإيمان بما قال الله عز وجل: قد علم الله ما العباد عاملون. الإيمان بما قال الله، لأنه علم ما الله بكل شيء عليم. الله بكل شيء عليم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أيكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى في الأزل وفي الأبد، لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو يعلم كل ما يقع ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. تؤمن بهذا لأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. نعم. والإيمان بما قال الله: قد علم الله ما العباد عاملون، وما وإلى ما هم إليه صائرون. نعم، يعلم ما يعملونه ويعلم مصيرهم يوم القيامة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهو يعلم أهل النار ويعلم أهل الجنة، ويعلم أعمالهم، وهذا من أفعاله سبحانه ومن صفاته. ولا عذر للإنسان في هذا، يقول هل مقدر علي؟ هذا فعلك أنت، أنت حاسب نفسك، ولا تخاصم الله جل وعلا، تقول لماذا قدرت علي، لماذا قدرت علي، كما يقول هذا أهل الضلال. أنت لوم نفسك، حاسب نفسك،
أنت الذي فعلت هذا باختيارك وإرادتك وطوعك، والله أعطاك الاختيار وأعطاك القدرة والإمكانية فضيعتها، فلماذا لا تحاسب نفسك؟ تحاسب الله، تخاصم الله عز وجل، هذا طريق أهل الضلال. والاحتجاج بالقضاء والقدر إذا كان على المصائب التي ليس للإنسان فيها اختيار هذا محمود، لأنه يدل على الرضا والتسليم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الأعمال التي هي باختيارهم وفعلهم فإنهم لا يناقشون القضاء والقدر، بل يناقشون تفريطهم. وباب التوبة مفتوح، بدل أنك تخاصم الله تقول لماذا قدرت علي، هذا قضاء الله وقدره، وتترك التوبة، هذا فهذا هو المطلوب من العبد، أن ينظر في أعماله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر في أعمالك وبإمكانك تغييرها والتوبة منها والاستغفار، هذا من شأن الله جل وعلا دخل فيه. نعم. لا يخرجون من علم الله، كل شيء الله به عليم وبه محيط سبحانه وتعالى، هو يعلم كفر الكافر وفسق الفاسق وظلم الظالم، يعلم هذا لا يخفى عليه، ويعلم طاعة المطيع وعمل المطيع، يعلم هذا وهذا، ولكنه يؤخرهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون، أخرهم، فإن تابوا وإلا أمامهم الحساب، الله لا يهملهم أبدا، لا يهملهم أبدا. نعم. ولا يكون من ولا لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. هذا كما سبق، كل شيء فالله قد علمه، ما كان وما يكون في المستقبل، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، كله الله أحاط به علما، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم. ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. علمه وقدره، علمه وقدره وكتبه وشاءه وأراده وخلقه. نعم. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا نص الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، كما قال لابن عباس أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن ما أخطأك، قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو حرصت عليه وتبيه تطلع له لكن أخطأك، الله ما قدره لك، الله لم يقدره لك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما تقول والله أنا اللي لو أني ما رحت كذا، أنا ما جئت سما أصابا كذا، ما تسلط علي كذا، هذا قضى وقدر، ما مقدر عليك لا بد أنه يصيبك، فترضى ترضى بذلك، سلم لقضاء الله وقدره. نعم. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك،
ولا خالق مع الله عز وجل. ولا خالق مع الله عز وجل، هذا تابع في مراتب القضاء والقدر، وهو الخلق. فالله هو المنفرد بالخلق جل وعلا، لا أحد يخلق معه، فهو من أفعال الله الخاصة به سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، ولو اجتمعوا. الذباب أقل شيء، ما يخلق. لو تجمع الدنيا والصناع والمهندسين والأطباء حذاق العالم يقول لهم اخلقوا ذباب، ما يستطيعون. بينما يستطيعون يصورون الذباب والجمل والإنسان تصوير، يستطيعون هذا رسم فقط، لكن تقول له خلوه يتحرك، خلوه يتكلم، ما يستطيع، ما يستطيع هذا. أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ولهذا الله جل وعلا وصف المصورين بقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، بمعنى أنه يحاول يوجد شكل ما خلقه الله. يا أخي يخلق كخلقي، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، وفي رواية أو ليخلق ذرة، ما أحد يستطيع هذا. الحبة حب في العيش تستطيع، يمكن تصورها، تحط صورة، صورة حبة، لكن توجد فيها الحياة؟ لأن الحياة على قسمين: حياة حركة وهذا في الحيوانات، وحياة نمو وهذا في النباتات. النباتات فيها حياة نمو، ويمكن يعمل عملية مع الحبوب فلا تنبت لأن فقدت حياة النمو، يمكن تطبخ ولا يعمل لها شيء فتصبح ميتة ما تنبت ولا في. هذه ما فيها حياة نمو. فالحياة الله هي من اختصاص الله جل وعلا، لا أحد يستطيع، حتى لو صور الصورة دقيقة والشكل ما يستطيع ينفخ فيها الروح ويوجد فيها الحياة. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، من باب التعجيز، من باب التعجيز، أحيوا ما خلقتم، تعذيبا لهم. نعم. والتكبير على الجنائز أربع. هذه مسألة فرعية، لكن ذكرها هنا للخلاف فيها، وأن المشهور عند أهل السنة والجماعة، مشهور عند أهل السنة والجماعة والأئمة أن التكبير أربع تكبيرات. كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب وكبر عليه أربعا، كبر عليه أربعا، وغالب الأحاديث على أربع، في بعضها زيادة خمس أو أكثر، لكن الذي أجمع عليه المسلمون هو الأربع، وما زاد عنها فمحل خلاف، والمسلم لا يروح للخلاف ويترك المجمع عليه والمتفق عليه ويشوش على الناس، خصوصا الأئمة في المساجد ما يشوشون على الناس، الناس ما اعتادوا الزيادة على أربع، هو يروح يجيب خمس يقول لي أن فيه حديث. أنت إذا صليت وحدك كيفك، سوى اللي تبي وحسابك عليك، أما أنك تشوش على الناس تجيب لهم الأقوال الشاذة والروايات المختلفة، فهذا ليس من شأن طلبة العلم.
طلبة العلم يؤلفون بين الناس ولا يشوشون على الناس ويعملون بما أجمع عليه، تقيدون بهذا، هذا هو المطلوب وهذا هو غرض المؤلف من إيراد الأربع، لأنها هي المتفق عليها، فلا يزاد عليها يشوش على الناس في ذلك. كما أنه سبق أنه ذكر الطلاق وذكر المس على الخفين وذكر، لأن هذه مسائل شوش بعض الناس فيها، فهو يرد الناس إلى ما كان عليه العمل وعليه الأئمة وعليه الإجماع من هذه المسائل. نعم. والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن. قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، وسفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور، نعم، من أئمة الفقه. نعم. وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح ابن حي، الحسن بن صالح ابن حي، وهذا من الأئمة الكبار. نعم. وأحمد بن حنبل وهو أحد الأئمة الأربعة. نعم. والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول كثير من الفقهاء أو عامة الفقهاء، فلا ينبغي لطالب العلم يشوش على الناس بحجة أنه يعرف إن فيه قول أو فيه حديث. إذا صليت لحالك على الميت أن تعمل ما تشاء، لكن تصلي بالناس وتشوش عليهم لا، واجب أنك ما تشوش على الناس ولا تعدى المتفق عليه والمجمع عليه إلى خلاف يشوش على الناس. نعم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء. لا شك أن الله جل وعلا ينزل الماء من السماء، المطر من السماء بقدر، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. الله جل وعلا قدر الأمطار وقدر مقاديرها وكمياتها، والأرض التي تنزل عليها يصرفه سبحانه وتعالى، تصريف الرياح والسحاب المسخر، يسوقه ويأمره فيمطر ويأمره فيمسك، ومعه ملائكة، وجاء في وصف ميكائيل لأنه موكل بالقطر والنبات، فالملائكة يقومون بأعمال وكلها الله إليهم، ومن ذلك القطر، يسوقون السحاب ويقولون امطر أو لا تمطر، أو امطر على حديقة فلان كما في الحديث، فمعه ملائكة بلا شك. نعم. ولذلك تجي السحابة محملة بالمياه تمر من فوقك ما تمطر ولا قطرة، تعداك بأمتار وتنزل الماء، لأن الله أمرها بهذا، فتمطر على جهة وتمتنع عن جهة. لو أنه الأمر للطبيعة كما يقولون كان السحابة تمطر من حين تنشأ ولا تتقيد بمواضع ولا بشيء، كونه تمسك عن شيء ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فكون تمطر على جهة وتملأ الأودية والفياض تملأها بالماء تفرغ فيها الماء، بينما تمر على جهة ممحلة يابسة ولا تمطر عليها شيئا، مع أنها مرت عليها وهي محملة بالماء، من الذي أمسكها؟ هو الله جل وعلا، ومعه ملائكة بأمر الله يدبرونها ويسوقونها. نعم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. مع كل قطرة، هذا ورد في آثار لكن الله أعلم، لكن إن السحاب معه ملائكة تأمره بأمر الله وتسوقه، نعم هذا ثابت. نعم.
والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب قليب بدر يوم أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات، له معجزات، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة، والمعجزة والكرامة هي الأمر الخارق للعادة، لكن المعجزة تكون على يد نبي، أما الكرامة فتكون على يد ولي من الأولياء، هي الخارق للعادة، وليس للإنسان فيها عمل، إنما هي من خلق الله جل وعلا، ما يخرق العادات إلا الله جل وعلا. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، وإنما الآيات عند الله. يقترحون على الرسول أنه يجيب آيات من عنده تدل على رسالته كما يقولون. الآيات عند الله، الرسول ما يأتي بآية إلا من الله جل وعلا، إنما الآيات عند الله، فهو الذي يخلق المعجزات سبحانه وتعالى ويجريها على أيدي رسله لتصديقهم. فهذا هو. ومن ذلك الميت لو تكلمه ما يسمعك ولا يجوز تقول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم قتلى بدر من قريش الذين آذوه وآذوا المسلمين في مكة وتكبروا على الإيمان وعصوا، تجبروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوه وأخرجوا أصحابه وآذوهم، أمكن الله منهم في بدر فقتلوا، قتلت صناديدهم وأكابرهم، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وعدد كبير من أكابر قريش قتلوا في بدر، ثم أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فألقوا في القليب، ألقوا في قليب من آبار بدر، وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة، يا شيبة، يا أبي، يا فلان، يا فلان، يا أمية، خاطبهم واحدا 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 واحدا. قال له عمر: يا رسول الله، كيف تكلمهم وقد جيفوا وهم لا يسمعون؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا ينطقون، لكنهم لا ينطقون. يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قال له عمر: يا رسول الله، كيف تكلمهم وقد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا ينطقون أو لا يتكلمون. هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته. الله لا يضيع أجر المؤمنين، ويجري المصائب على المؤمنين للتمحيص، يجريها على المؤمنين للتمحيص أو لمضاعفة الأجر، فقد يجريها على المؤمن تكفيرا لخطاياه وتمحيصا له من الذنوب، وقد لا يكون له خطايا ويجريها عليه لرفعة درجاته، لأن الله كتب له درجة في الجنة لا يصل إليها بعمله، لا يصل إليها بعمله، فيبتليه الله بالمصائب حتى يضاعف له الأجر فيبلغ هذه المنزلة. فالمؤمن على خير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب،
أو كله له خير، إن أصابته سرا فشكر كان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضرا وصبر كان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إلا للمؤمن. فالمؤمن تصيبه المصائب وهي من صالحه، هي من صالحه، إما أن الله يكفر بها خطاياه، وإما أن الله يرفع بها درجاته. نعم. والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله عز وجل، والشهيد يأجره الله على شهادته. الشهيد هو الذي قتل في المعركة مع الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد الذي قتل في المعركة مع الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، هذا يغفر الله له كل شيء إلا الدين، لأن الدين حق للآدمي، حق الآدمي ما يسقط إلا بأدائه له أو سماحه عنه، أما الذنوب التي بينه وبين الله فإن الله يغفرها جميعا بالشهادة في سبيل الله عز وجل، هذا هو الشهيد في سبيل الله. وهناك شهداء لكن ليسوا شهداء معركة، فالميت بالطاعون شهيد، ومن قتل دون ماله أو عرضه أو أهله فهو شهيد، والموت الذي يصاب بحادث مفاجئ كالحرق والغريق هذا شهيد عند الله عز وجل، يعني له أجر الشهيد وليس هو مثل شهيد المعركة، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه، أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها، ولا يصلى عليه ويدفن بدمائه، هذا شهيد المعركة. نعم. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، هذه المسألة ذكرها بموجب واحد من أهل الشر أو من أهل الانحراف، يقول إن الأطفال لا يألمون، هذه مسألة تافهة، لكن هو ذكرها ليرد على هذا الرجل، وهذا الرجل يقال إنه من الخوارج أيضا، الخوارج عندهم أعجب من هذه الأقوال التافهة. نعم. بسبب جهلهم، سبب تعالمهم جهلهم. نعم. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن ولذلك يصيح الطفل، الطفل إذا أصابه شيء يصيح يبكي ويستنجد، الدليل على أنه يتألم. نعم. هذا شيء مشاهد ومحسوس، لكن هذا الرجل عنده أفكار شاذة هو منها هذه المسألة، يقول ما يتألم الطفل، ما يتألم. نعم. وذلك أنتم أطفال من أول، يعني ما أنتم تعلمون إذا أصابكم شيء، كيف يتألم من هذا؟ نعم. وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون. نعم. وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. نعم. هذا سبب ذكر المسألة هذه، لأن بكر بن أخت عبد الواحد، عبد الواحد هذا من الأئمة المشاهير، لكن ابن أخته هذا من الخوارج وهو صاحب هذا القول، وقد كذب في ذلك. نعم. واعلم أنه لا يدخل أحد من الجنة إلا برحمة الله. نعم. لا، الجنة غالية ورفيعة ولا تدرك بالعمل، مهما عمل الإنسان فإن عمله ما يقابل النعم التي عليه، هذه ناحية، لو عمل كل الطاعات فإنها لا تقابل النعم التي عليه من الله سبحانه وتعالى، فلو حوسب على النعم لم يبقى عنده عمل، هذه ناحية. الناحية الثانية أن الجنة غالية وليس لها قيمة مقدرة،
من الأعمال أو المال أو غير ذلك، ما يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الله يدخل المؤمنين الجنة برحمته بسبب أعمالهم، فالأعمال إنما هي سبب لدخول الجنة وليست هي الموجبة لدخول الجنة، ليست موجبة وإنما هي سبب فقط، والموجب هو رحمة الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هذا من أجل أن الإنسان ما يعجب بعمله، ما هو علشان يترك العمل، لا، علشان ما يعجب بعمله، وإنما الجنة ما تحصل كما سبق تمنى على الله، لا، ما تحصل إلا بعمل. العمل سبب فقط، والسبب إن شاء الله نفع وإن شاء لم ينفع، الأعمال سبب. وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء ليست باء العوض والثمن، وإنما هي باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون. بدليل هذا الحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. فلا يعجب الإنسان بعمله، نعم، ولكن لا يدخل الجنة إلا بسبب العمل، فلو لم يعمل ما دخل الجنة لأنه ما جاء بالسبب، نعم. واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، نعم، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه. الجنة فضل من الله جل وعلا، الجنة فضل من الله برحمة الله، والأعمال سبب فقط. النار، أهل النار لا يعذبون إلا بذنوبهم، ما يعذبون بذنوب غيرهم، وهذا من باب العدل. الجنة من باب الفضل، والنار من باب العدل، فأهل النار دخلوها بذنوبهم لا بذنوب غيرهم، نعم. ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. هذا كما سبق إن الإنسان مهما عمل فإن عمله لا يقابل بعض نعم الله عليه، لا يقابل بعض نعم الله عليه، فلو أن الله عذبه كان عدلا، كان ذلك عدلا، ولكن الله لا يعذب المؤمن من باب الفضل والرحمة به، نعم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل. هذا الكلام الذي ذكره هو نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أرجى من عملهم، نعم. ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، نعم، لأن الفاجر عذبه بفجوره، والبر عذبه لأن عمله لا يؤهله لدخول الجنة، ليست الجنة ثمنا لعمله، وإنما دخوله الجنة برحمة الله وفضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله لا يلزمه أنه يدخل الناس الجنة، ما يلزمه ذلك، وإنما هو فضل منه سبحانه وتعالى، نعم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، نعم، لا يقال لو أنه عذبهم أهل سماواته وأهل أرض برهم وفاجرهم لم يكن ظالما لهم، فلا يوصف بأنه ظالم سبحانه، لأن هذا عدله
هذا عدله سبحانه وتعالى. نعم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم. الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا حكم عدل، لا يوصف بأنه ظلم أحدا، وإنما يعذب من يعذب بعمله وكسبه. نعم. وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر. الظلم هو أخذ حق الناس، هذا هو الظلم. الظلم هو أخذ حق الناس. وهل الناس لهم حق على الله؟ ليس لهم حق على الله، لا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما حق العباد على الله أن لا يعذب، هذا حق تفضل به سبحانه، حق تفضل به، وليس هو واجبا عليه، وإنما هو تفضل به سبحانه وتعالى. نعم. وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه هذا ظلم. فالله لا يضع العذاب في من يستحق النعيم، ولا يضع النعيم في من يستحق العذاب، بل يضع النعيم في من يستحقه، ويضع العذاب في من يستحقه. هذا هو العدل. أما العكس فهو الظلم. لو عذب أهل الإيمان وأكرم أهل الكفر يكون هذا هو الظلم، والله منزه عن ذلك. لا يمكن أن يعذب أهل الإيمان وأن يكرم أهل الكفر، أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل المؤمنين النار، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا ظلم، وضع الشيء في غير موضعه. نعم. والله له الخلق والأمر. يكفي، نقف عند هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما الدليل على أن سائر الخلق يكونون ترابا يوم القيامة؟ قول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وش السبب؟ إذا رأى، وهذا جاء في الحديث، جاء في الحديث أيضا أن الله يقول لها كوني ترابا. راجع كتب التفسير، راجع قوله: وإذا الوحوش حشرت ثم إلى ربهم يحشرون، راجع كتب التفسير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الأرواح في القبور؟ نعم. يقول: هل الأرواح في القبور يرى بعضها بعضا وتكلم بعضها بعضا؟ أنا يا أخي ما ندري عن اللي في القبور، هذا من الغيب، فلن نتكلم بشأن القبور إلا بالدليل، إلا بالدليل، فنحن لا ندخل في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في تفسير قول الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ هذا ظاهر، 50,000 سنة. أحد يقول: ما هو، لا ما هو 50,000 سنة، هو 50,000 سنة خلاص، الله قال 50,000 سنة. نعم، لا يحتاج تفسير، هذا يفسر نفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا؟ يعني تسبب، يعني تسبب ضللهم،
لأنه تسبب في ضلالهم فهو المتسبب، فهو يعذب على تسببه في ذلك. نعم، فهو كسبه، تسببه كسب له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: الكافر يقتص له من المسلم، فكيف ذلك؟ هل يخفف له من العذاب؟ الله أعلم، الله أعلم. المهم أن القصاص يجري يوم القيامة بين الناس من قباب إقامة العدل، أما كيف يقتص الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا تجاوز المؤمنون الصراط يوم القيامة يقتص لبعضهم من بعض، هل معنى هذا أنه قد يدخل النار أحد منهم بعد تجاوز الصراط؟ الله أعلم. دخول الجنة إنما يدخلون بعد أن يستفتح الرسول صلى الله عليه وسلم لهم باب الجنة، هم يدخلون على طول، لابد من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدخلوها. ولهذا جاء في الآية: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. جاء بالواو، بالواو عطفا على جاءوها، دل على أنه ما يدخلونها على أول وهلة. أما النار والعياذ بالله حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على طول، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يمكن أن نستنبط من حشر الله جل وعلا لجميع الخلائق يوم القيامة، مكلفهم وغير مكلفهم حتى الحيوانات، أن هذا يدل على كمال قدرة الله على جمع هذه الخلائق، ويدل أيضا على كمال عدله؟ هذا ما يحتاج، ما في شك أنه ما يحشرهم إلا لكمال قدرته، لو كان عاجزا ما تمكن من حشرهم. وأيضا يدل على كمال عدله، فإنه لا يترك المظلوم حتى ولو البهائم ما يتركها. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: من هم الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وهل يحرم من ذلك من ذهب إلى شيخ ليرقيه؟ هذا كما في الحديث، هذا كما في الحديث: 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الكي مكروه ومباح، لكنه مكروه، تركه أحسن، من كمال التوحيد تركه.
الاسترقاء يعني طلب الرقية، وكانك تستغني عن الناس أحسن من أنك تسألهم الرقية، كون كان ترقي نفسك بالأوراد والأدعية أحسن من أنك تسأل الناس تقول ارقوني، استغنى، هذا من باب الاستغناء. وأما الطيرة فهي حرام، شرك، وهم تركوا شركا. نعم، فهم تركوا إما أمرا محرما وهو الطيرة، وإما أمرا مكروها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الفرق بين القصاص وبين العذاب؟ والسابقون الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم هذه الطبقة، هم السابقون، السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، هؤلاء هم السابقون، من بعدهم أصحاب اليمين، ومن بعدهم الظالم لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما الفرق بين القصاص وبين العذاب؟ القصاص نتيجة، العذاب نتيجة للقصاص، نعم. القصاص عذاب، نفس القصاص عذاب، القتل عذاب، قطع اليد عذاب، قطع الطرف هو عذاب. نعم. الجلد يشهد عذابهما طائفة، كله عذاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وقول المؤلف: ولا خالق مع الله عز وجل؟ أحسن الخالقين ليس معناه مع الله خالقين، إنما أحسن تأتي أحيانا على غير باب التفضيل، مثل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن، أحكم الحاكمين، هو معناه أن أحد يشارك الله في الحكم أو يشاركه فيه، فتأتي أحسن على أحيانا على غير باب التفضيل، وهذا منها، هذا ما يقصد به التفضيل. نعم، أحسن الخالقين ما يقصد به التفضيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الدعاء وصلة الأرحام والبر رادة للقدر؟ أسباب، هذه أسماء ترد القدر، لأن الله قدر أنك تصل رحمك، بل هي قدر، الله قدر أنك تصل رحمك، قدر أنك تصلي وتتصدق، هي من قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الرد على من يحتج بالقدر عند المصائب بحديث فحج آدم موسى؟ موسى عليه السلام، آدم لم يحتج على موسى، لم يحتج عليه على المصيبة، أن المصيبة لا لم يحتج على موسى بالمعصية، بجواز المعصية التي ارتكبها آدم، فموسى لم يلم آدم على المعصية وهي أكله من الشجرة، لأن هذا بقضاء الله وقدره، وقد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكيف موسى يلوم آدم وقد تاب، والله تاب عليه؟ ما يمكن هذا، ما يمكن أنه لامه على المعصية، وإنما لامه على المصيبة وهي الخروج من الجنة، قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هذه مصيبة، قال: هذا قضاء الله وقدره، الله قدر هذه المصيبة، والمؤمن يحتج بالقضاء والقدر على المصيبة ولا يحتج به على المعصية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وقوله في الدعاء للمريض: لا بأس طهور إن شاء الله؟ من باب الإخبار، والتفاؤل، من باب التفاؤل، لا بأس طهور إن شاء الله من باب التفاؤل، وإن شاء الله تأتي أحيانا للتعليق وليست مرادة هنا، وتأتي أحيانا للتبرك، وتأتي للتحقيق،
وهي المراد هنا، إما أنها للتحقيق وإما أنها للتبرك. نعم، أما أنها للتعليق فلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: إذا صلى الإنسان على عدد من الجنائز هل له في كل جنازة قراط أم في مجموعها؟ حسب نيته، إذا نواها جميعا فالله لا يضيع أجر المحسنين، إذا نواها جميعا. أما إذا نوى واحدة جاي نبي صلي على فلان ولا نوى غيره يؤجر عليه فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل القليل يوم بدر احتج به من يقول إن الأولياء يسمعون من يطلبهم، فكيف الرد على هذا؟ هذول أولياء اللي في قليل بدر، سبحان الله، وش الاستدلال المغلوط؟ هذول ما هم أولياء، هذول أعداء الله، والرسول كلمهم من باب التوبيخ والتعذيب. ايش يجيب هذا لهذا؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لو صليت على الميت وكبرت 5 تكبيرات ناسيا فماذا يترتب علي؟ هل يلزمني سجود سهو؟ ما يترتب عليك شيء أبد، لكن مثل ما ذكرنا إذا كان الإنسان إمام للناس فإنه يعمل ما عليه الجميع ولم يحصل فيه خلاف، وهو الأربع. إما إذا صلى وحده فعليه أنه يختار ما يشاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، على سائل يقول: لقد تكلمتم جزاكم الله خيرا عن الخلق والتصوير، فما هو الحكم في الأفلام الكرتونية التي يدعون أنها ترفيه للأطفال؟ كل التصوير سواء أفلام كرتونية أو غيرها التصوير، فما يصدق عليها أنها تصوير؟ بل هي أشد أنواع الصور، لأنها تتحرك وتنطق وتضحك، هي أشد من الصورة الصامتة والصورة الرسم فقط والجامدة اللي لا تحرك، هي أشد. ولا نربي أولادنا على المعصية على التصوير، لا نربيهم على هذا، هذا ما يريده الكفار منا، يريدون أن نربي أولادنا على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: إذا دخلت في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة كيف أتم صلاتي عليها؟ نعم، تكبر مع الإمام البقية، هو إذا سلم الإمام تكمل التكبيرات مثل المسبوق في الصلاة الفريضة، سواء تكمل وتسلم بعد ما تكمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار؟ رسول لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، ولا أعلم أنه أعطي أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، ما أدري، لكن هو لا يعلم إلا ما أعلمه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه امرأة تسأل تقول: هل يجوز أن نقول يا ربي لا تقدر علي كذا وكذا ولا تكتب علي كذا وكذا؟ تقول: اللهم لا تقدر، اللهم أسألك اللطف، أسألك اللطف والرحمة والتيسير ونحو هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: بناء على أن الكافر يختص له من المؤمن، هل غيبة المؤمن للكافر تعد ظلما له؟ وما حكمها في حقهم؟ الغيبة لا تجوز لا في حق المؤمن ولا الكافر ولا الفاسق، إلا إذا ترتب عليها مصلحة راجحة، إذا ترتب عليها مصلحة راجحة فتجوز الغيبة لأجل المصلحة الراجحة، أما مجرد تفكه في أعراض الناس هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الرضا في القضاء والقدر واجب أو مستحب؟ واجب الرضا بالقضاء والقدر، بمعنى الإيمان به والاعتقاد به. أما الرضا بالمرض والرضا فهذا ما يلزم أنك ترضى بالمرض، لكن تصبر عليه، يلزمك الصبر. أما الرضا به والتلذذ به هذا ما يلزمك، لكن تصبر عليه ولا تسخط ولا تجزع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: من مات غرقا أو مات بمرض السرطان هل يسميان شهيدان؟ الحوادث المفاجئة يسمى شهيد، شهيد في الآخرة ما هو في الدنيا. الشهيد في الدنيا هو شهيد المعركة، أما الشهيد في الآخرة فهو شهيد غير المعركة. فمن مات بحادث مفاجئ كالغرق والحريق والهدم لا ترجى له الشهادة، ترجى. وكذلك من قتل مظلوما ترجى له الشهادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما المقصود بالحديث من نوقش الحساب عذب؟ دقق عليه، نوقش يعني دقق الحساب عليه كل عمل وكل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا أردت العمل ببعض السنن المهجورة وببعض الروايات التي لا يعرفها الناس رغبة في الانقياد لجميع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل أنا مأجور على هذا أو مأزور؟ إذا شوشت على الناس فأنت مأزور ولست بمأجور، ولا تفاجئ الناس بشيء ما يعرفونه ثم يحصل ارتباك. إذا كان عندك عدد محصور وعلمتهم أول، شرحت لهم أول وهم عدد محصور ورغبوا في أنك تعمل بالسنة لا بأس. أما ناس من هنا ومن هنا ولا دروا عن شيء وتفاجئهم بالشذوذ هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: عندي مشكلة، وهي أني عندما أقرأ القرآن لا أخشع ولا أفهم شيئا، وكأني لا أقرأ كلاما عربيا، بل وفي بعض الأحيان أفكر بشيء وأنا أقرأ القرآن للأسف الشديد، فما هو السبب في هذا، علما بأنني كنت سابقا أتمتع وأرتاح عند قراءة القرآن؟ ربما عندك مخالفات وسيئات أو تعلق بالدنيا، فعليك أنك تحاسب نفسك عن هذه الأمور، والخشوع هذا من الله سبحانه وتعالى، لكن تعمل الأسباب الجالبة للخشوع، والأسباب الجالبة للخشوع أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية القراءة، وأنت تقرأ بقلب حاضر، وأن تتدبر الآيات التي تقرأها، تفكر فيها ومعانيها، وأن تقرأ في وقت معتدل ما في مزعجات ومشوشات، فهذه أسباب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: قد من الله جل وعلا علي بالهداية ولله الحمد، ولكن قد قمت بأعمال سابقة من سرقة لبعض الأغراض من بعض الناس، فكيف أتوب من هذا العمل ولا يوجد عندي إمكانية مادية حتى أردها عليهم؟ الحمد لله أن الله من عليك التوبة، ونسأل الله يثبتنا وإياك. أما حقوق الناس فلا بد أن تؤدى إليهم أو أن يسمحوا عنها، وإذا كنت في الوقت الحاضر ما تستطيع تكتبها دينا في ذمتك، فإذا استطعت فحاول إيصالها إليهم، أو إن كان أنك تستسمحهم ولا يحصل عندهم ردة فعل تستسمحهم، تطلب منهم المسامحة، والمؤمن هين اللين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: لقد أمر ولي الأمر في هذه البلاد المباركة وفقه الله بأداء صلاة الاستسقاء يوم غد الاثنين، ونلاحظ تخلفا من طلبة العلم ومن الناس عن أداء هذه الشعيرة، فهل من نصيحة في ذلك؟ الواجب أن المسلمين يكونون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، مع أنك أنت بحاجة إلى المطر، منين تشرب ومنين تأكل ومنين، كل الناس بحاجة إلى المطر، وأنت واحد من المسلمين محتاج وإخوانك محتاجين. وصلاة الاستسقاء عبادة لله عز وجل ودعاء وتضرع، فلا تحرم نفسك من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما هو ضابط التشبه بالكفار؟ هل هو فيما اختصوا به أو كل ما أتى من عندهم؟ تشبه بهم في العباداتهم هذا لا يجوز،
التشبه بهم في عباداتهم، التشبه بهم في عاداتهم الخاصة بهم من ملابس ومشية وغير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.